بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا رب سواه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وخليله ومصطفاه، صلى الله ربي وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن استنى بسنته واهتدى بهداه. أما بعد، إخوة الإسلام، فمن رحاب البيت الحرام ينعقد هذا المجلس الأسبوعي الموفي للخمسين بفضل الله تعالى وتوفيقه من مجالس مدارستنا لما أملاه الإمام تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب القشيري ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى على أحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. هذا المجلس المنعقد في هذا اليوم الأربعاء 14 من شهر ذي القعدة الحرام سنة 1445 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا المجلس الخمسين نفتتح باب التشهد، وهو الباب 14 من أبواب كتاب الصلاة، وقد تمت لنا الأبواب الماضية بمنة الله وعونه وتوفيقه. وباب التشهد كما ترجم له الحافظ المقدسي رحمه الله جاء بعد جملة من الأبواب متعلقة بالصلاة وصفتها ومسائلها، فالحديث عن التشهد وإفراده بباب كما جرى عليه أيضا عدد من أئمة الحديث في دواوين السنة لإبراز هذا العمل والقول من أعمال الصلاة وهو التشهد فيها، فهو باب جدير بالعناية وفيه مسائل جمة، وفيه أيضا عناية من الأئمة الفقهاء رحمهم الله، وهم يريدون ما ورد في هذا الباب من أحاديث ويستنبطون ما فيها من أحكام. فلجلالة هذا الباب وعظيم مسائله وأهمية فقه أحاديثه أفرد عند المحدثين والفقهاء بأبواب لذكر ما يتعلق بها. أورد الحافظ المقدسي رحمه الله في هذا الباب 5 أحاديث، ولعلنا أن نتدارس في مجلس الليلة ما شرحه الحافظ الإمام ابن دقيق العيد في الحديثين الأولين من الباب، سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وأن يهبنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا يقربنا إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: باب التشهد. الحديث الأول عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وفي لفظ: إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله وذكره. وفيه: فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض. وفيه: فليتخير من المسألة ما شاء. باب التشهد، والمقصود به ذكر الدعاء الذي يقوله المصلي في جلوسه إذا جلس في الصلاة بعد السجدة الثانية من الركعة الثانية، سواء كانت ثنائية أو ثلاثية أو رباعية. فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الثانية جلس، وهو الذي يسميه المسلمون جلسة التشهد. فإن كانت صلاة ثلاثية أو رباعية قال هذا التشهد ثم قام إلى الركعة الثالثة،
وإن كانت صلاة ثنائية أتم التشهد الأخير حتى يسلم. فإذا هذا هو المقصود بالتشهد، هو الذكر الوارد في هذا الموضع من الصلاة بعد رفع المصلي رأسه من السجدة الثانية في الركعة الثانية، مع أن اللفظ فيه جملة أذكار، فيه تحيات لله، وفيه سلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام على النفس، وسلام على عباد الله الصالحين، ثم فيه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. طالما كان هذا الذكر مشتملًا على عدة جمل، فلماذا سمي بالتشهد وليس التشهد إلا جملة منه؟ لشرف الشهادتين وعظيم موقعها وثقلها في ميزان الإسلام، هي مفتاح الدخول وهي علامة الإسلام، فلشرف الشهادتين ذكر هذا الدعاء والذكر كله باسم الشهادتين لشرفهما. وقد غلبت الشهادتان على ما في هذا الذكر من ألفاظ وجمل وعبارات، كما يقال مثلا في الصلاة سبحة وتسمى الصلاة ركوعا وتسمى الصلاة سجودا، قال فليركع ركعتين ليسجد سجدتين، والمقصود يصلي صلاة كاملة، فتسمى الصلاة سبحة لأن فيها تسبيحا، وتسمى أيضا ركوعا وتسمى سجودا، فهكذا سمي هذا الموضع من الذكر تشهدا. إذن هو تفعل من شهد، من الفعل شهد يشهد، فهو كالتعلم من الفعل علم أو تعلم، وذلك لما مضى ذكره. هذا الحديث يا كرام هو أحد الأحاديث الصحيحة المتعددة التي ورد فيها صيغة التشهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواة أحاديث صفة التشهد وصيغته عن رسول الله عليه الصلاة والسلام عدد من الصحابة. اقتصر المصنف رحمه الله على حديث ابن مسعود رضي الله عنه بناء على شرطه، وهو أنه يقتصر في كتابه على ما أخرجه الشيخان. فلاتفاق الشيخين الإمامين البخاري ومسلم رحمهما الله على إخراج حديث ابن مسعود رضي الله عنه دون غيره من الأحاديث اقتصر عليه، مع أن الأحاديث الأخرى غيره صحيحة وسيأتيك الكلام عنها، وأيضا خلاف الآئمة الفقهاء الأربع رحمهم الله في ترجيح بعض الروايات على بعض واختيارها مما يقال به في الصلاة، حديث ابن مسعود، حديث ابن عباس، حديث عمر رضي الله عنهم جميعا وغيرهم من الصحابة. فصيغ التشهد متعددة، صحح الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم نحو من 7 صيغ متقاربة، إنما خلاف يسير في بداية ألفاظ التشهد. الأمر الآخر بين يدي مدارستنا لشرح ابن دقيق العيد رحمه الله لهذا الحديث أن لفظه كما ستسمع شرحه ومسائله وفوائده له قصة، وهو أن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا إذا جلسنا في الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا نقول السلام على الله من عباده، السلام على جبريل وميكائيل، ويعددون هذا والسلام على فلان وفلان. فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله هو السلام، يعني لا تقول السلام على الله، قال إن الله هو السلام. قال فإذا صلى أحدكم فليقل، وعلمه هذه الصيغة من التشهد. وقولهم السلام على فلان وفلان جاء عند ابن ماجه أن المراد به تسمية الملائكة عليهم السلام، فكانوا يسمونهم ملكا ملكا، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لهم بهذا الحديث كيف يقول أحدنا هذا الذكر الوارد في صلاته. ومما ينبغي أن يعلم يا كرام أن هذا ذكر واجب تعلمه والعناية به وحفظ ألفاظه، لأنه لا اجتهاد فيه ولا يقال بالمعنى، إنما يقال بلفظه، كأنما تحفظ سورة الفاتحة من القرآن. بل ابن مسعود رضي الله عنه يقول علمني التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن. وكذلك جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه قال اللفظ ذاته كما يعلمني القرآن أو كما يعلمني السورة من القرآن. فإذا هذا تأكيد على العناية به وحفظ ألفاظه، وفيه من الجمل والفوائد والمعاني ما سنأتي على شرحه إن شاء الله في ثنايا كلام المصنف رحمه الله.
بقيت إشارة إلى قوله في هذا الحديث عن ابن مسعود في آخره: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. زيادة وحده لا شريك له في قوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ثبتت بسند صحيح من حديث أبي موسى الأشعري عند الإمام مسلم رحمه الله في الصحيح، وثبت أيضاً من حديث عائشة رضي الله عنها في الموطأ موقوفاً عليها، وعند أبي داود في سننه أيضاً بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: زدت فيها وحده لا شريك له. فإذا زيادة وحده لا شريك له صحيحة من حديث أبي موسى مرفوعاً، ومن حديث عائشة موقوفاً، ومن حديث ابن عمر ناسباً الزيادة إلى قوله وزدت فيها. فسواء قال أشهد أن لا إله إلا الله فقط واقتصر عليها أو زاد وحده لا شريك له، كل ذلك صحيح. وهؤلاء هم رواة صيغ التشهد: ابن مسعود وابن عباس وعمر وعائشة وأبو موسى وابن عمر رضي الله عنهم جميعا. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: اختلف العلماء في حكم التشهد، فقيل إن الأخير واجب وهو مذهب الشافعي، وظاهر مذهب مالك أنه سنة، واستدل للوجوب بقوله فليقل، والأمر للوجوب. طيب، اختلفوا في حكم التشهد، هل المقصود التشهد الأول أو الأخير؟ أجمل ذلك المصنف رحمه الله، فمن العلماء كما قال المصنف مذهب الشافعي إن التشهد الأخير واجب. ما المقصود بالأخير؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا في الحديث الثاني إن شاء الله. وأما مذهب مالك في ظاهره كما قال المصنف فإنه سنة، وسيأتي الخلاف أيضا هناك. نعم، قال: واستدل للوجوب بقوله فليقل، والأمر للوجوب، إلا أن مذهب الشافعي أن مجموع ما توجه إليه هذا الأمر ليس بواجب. طيب، من قال إن التشهد واجب فاستدل بلفظة الأمر فليقل، قال إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله إلى آخره، فقوله فليقل أمر، والأمر عند الفقهاء يدل على الوجوب، إذن هذا الدعاء واجب، قال وهذا الأمر يدل على الوجوب. ونسب قبل قليل القول بالوجوب إلى مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، لكن في مذهب الإمام الشافعي ما يشكل على هذا القول بالوجوب وهو الذي أشار إليه، إلا أن قال إلا أن مذهب الشافعي أن مجموع ما توجه إليه هذا الأمر ليس بواجب، بل الواجب بعضه وهو التحيات لله سلام عليك أيها النبي، من غير إيجاب ما بين ذلك من المباركات والطيبات والصلوات، وكذلك أيضا لا يوجب كل ما بعد السلام على النبي صلى الله عليه وسلم على اللفظ الذي توجه عليه الأمر، بل الواجب بعضه واختلفوا فيه. إذن مذهب الإمام الشافعي رحمه الله كما هو مقرر في كتب فقهاء الشافعية أن اللفظ الواجب، الجزء الواجب من هذا الدعاء في الصلاة هو هذا التحيات لله والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وباقي الألفاظ التحيات وباقي المباركات والطيبات والصلوات والسلام على عباد الله ونحوها لم يقولوا بوجوبه. لما؟ فقال قبل أن تعرف التوجيه: بمجرد أن نقول إن هذه الجملتان أو الثلاثة هي الواجبة فقط وباقي ألفاظ التشهد ليست واجبة يشكل على الاستدلال، تقول هو الذي قال عليه الصلاة والسلام إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل، طيب هو أورد اللفظ كله فلماذا اختاروا هذه الجمل؟ نعم، وعلل، قال وعلل هذا الاقتصار على بعض ما في الحديث بأنه المتكرر في جميع الروايات. إيش يعني؟ أنك لما تجمع الروايات الواردة في صيغ التشهد ستجد بينها تفاوتاً، فإذا أردت أن تخرج القدر المشترك بين الروايات في صيغ التشهد ستجد هذه الجمل، فجعل الوجوب متعلقاً بماذا؟ بالجمل المشتركة في ألفاظ التشهد ورواياته وصيغه المتعددة، أخذ القدر المشترك بينها فحكم عليها بالوجوب، والباقي
قال لو كان واجبا لورد في سائر الروايات، لكن ورد في رواية دون رواية لم يقل بوجوبه. فهذا هو التخريج الفقهي عند الشافعية لمسألة عدم إيجاب جميع ألفاظ صيغ التشهد التي جاءت في الحديث، في حديث ابن مسعود رضي الله عنه وغيره من الصحابة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وعلل هذا الاقتصار على بعض ما في الحديث بأنه المتكرر في جميع الروايات، وعليه إشكال، لأن الزائد في بعض الروايات زيادة من عدل فيجب قبولها إذا توجه الأمر بها. طيب، هذا تقرير الحافظ من دقيق العين، يقول هذا الجواب ليس سديدا. لو قلت إنك تقتصر على الألفاظ المشتركة والقدر المشترك يرد عليك إشكال، وهو أنه تقرر عند المحدثين عند اختلاف الروايات وزيادة بعضها على بعض أن الزيادة الواردة من الراوي إن كان عدلا ثقة ضابطا وليس في روايته أو زيادته ما يخالف ما روى غيره فيجب قبولها، وهذه الزيادة من الثقة مقبولة. إنما يكون الإشكال في الزيادة في إحدى حالتين، أن تكون ضعيفة أو من راو لا تحمل زيادته، أو أن تكون زيادته مخالفة لما روى غيره من الثقات الأثبات ممن هم أثبت منه أو أكثر عددا منه، فعندئذ يتحفظ على زيادته ويحكم عليها بالشذوذ. أما في مثل مسألتنا فلا إشكال كما قال الحافظ ابن دقيق العين، وقد استدرك على ذلك الحافظ ابن ملقن رحمه الله بقوله إنما اقتصروا على وجوب هذه الألفاظ دون غيرها، قال لأن الإجماع منعقد على عدم وجوب ما سواها، فهو نوع من تخريج المسألة. وعلى كل، فبسط ذلك في كلام الفقهاء مظنته في كتب الفقه، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله واختلف العلماء أيضا في المختار من ألفاظ التشهد، فإن الروايات اختلفت فيه. نعم، قلت لكم إن الصحابة الذين رووا صيغ التشهد رضي الله عنهم فيما صح من الأحاديث غير واحد، 5 أو 7، حديث ابن عمر، حديث ابن مسعود، حديث عائشة، حديث عمر، حديث كعب بن عجرة في التشهد الثاني، فعدة روايات صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن ثم اختلف الأئمة الفقهاء الأربعة أبو حنيفة، مالك، الشافعي، أحمد رحم الله الجميع، اختلفوا في اختيار الأفضل، أي صيغة هي المفضلة. فتجد اختلاف المذاهب في تفضيل الصيغة، أي الصيغ أفضل، كما سيذكر المصنف في خلافهم. نعم، قال واختلف العلماء أيضا في المختار من ألفاظ التشهد، فإن الروايات اختلفت فيه، فقال أبو حنيفة وأحمد باختيار تشهد ابن مسعود هذا، وقيل إنه أصح ما روي في التشهد. هذا القول الأول، اختيار الإمامين أبي حنيفة وأحمد رحمهما الله أن أفضل صيغ التشهد هو حديث ابن مسعود رضي الله عنه. أي الأحاديث؟ الذي سمعناه قبل قليل وقرأناه، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فهذا اختيار الإمامين أبي حنيفة وأحمد رحمهما الله تعالى. ومستند تفضيل حديث ابن مسعود هذا أنه أصح الأحاديث، كل الروايات التي روت التشهد متفاوتة في الصحة، إلا أن أقواها سنداً وأصحها حديث ابن مسعود رضي الله عنه، فإنه إجماع أن أشد الأحاديث والروايات في صيغ التشهد صحة باتفاق الحفاظ حديث ابن مسعود. الأئمة الستة أئمة الحديث، البخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجة، الأئمة الستة اتفقوا على إخراجه في كتبهم، بخلاف باقي الروايات كحديث ابن مسعود مثلا، كحديث ابن عباس رضي الله عنهما، فإنه من أفراد مسلم ولم يخرجه البخاري، وأخرجه أصحاب السنن الأربعة. قال الإمام الترمذي رحمه الله بعدما أخرج حديث ابن مسعود، قال وحديث ابن مسعود
روي عنه من غير وجه، وهو أصح حديث روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد، قال: والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم من التابعين، قال: وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق. ثم روى بإسناده إلى معمر عن خصيف قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقلت: يا رسول الله، إن الناس قد اختلفوا في التشهد، قال: عليك بتشهد ابن مسعود. هذه رؤيا ومنام، لكنهم يوردونها استئناسا. وأما الحافظ ابن عبد البر رحمه الله وهو مالكي، وسيأتيك أن المالكية رجحوا في مذهبهم تشهد ابن عباس، تشهد عمر كما سيأتي بعد قليل. قال ابن عبد البر بعدما ساق بإسناده إلى الإمام الحافظ البزار أنه سئل عن أصح حديث في التشهد، قال: هو عندي والله حديث ابن مسعود، روي من 20 طريقا، ثم عدده، قال: ولا أعلم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد حديث أثبت من حديث عبد الله، ولا أصح أسانيد، ولا أشهر رجالا، ولا أشد تضافرا بكثرة الأسانيد واختلاف طرقها. قال: وإليه أذهب وربما زدت. قال ابن عبد البر: وكان أحمد بن خالد بالأندلس يختاره، يعني من أصحاب الإمام مالك، يختاره ويميل إليه ويتشهد به. وثمة يعني وجوه أخرى رجح بها حديث ابن مسعود، ومنها أنه كما سيأتيك الخلاف مع الألفاظ الأخرى، عطف بداية التشهد في الجمل بالواو: التحيات لله والصلوات لله والطيبات، التحيات لله والصلوات والطيبات، والعطف بالواو يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه، فتعددت جمل الثناء على الله والحمد والذكر ما يتوسل به العبد في هذا المقام وهو جالس في صلاته. ومنها أيضا أن السلام، قال: السلام عليك أيها النبي. في بعض الروايات جاءت بالتنكير: سلام عليك، والتعريف أفخم وأعظم في إلقائه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال الشافعي باختيار تشهد ابن عباس وهو في كتاب مسلم ولم يذكره المصنف. طيب، هذا الاختيار الثاني للإمام الشافعي رحمه الله، اختار تشهد ابن عباس رضي الله عنه، وقال: وهو من أفراد مسلم، يعني لم يخرجه البخاري، فهو مما تفرد به الإمام مسلم، وهو موجود في السنن، فإذا أخرجه الستة إلا البخاري رحم الله الجميع. ولفظ حديث تشهد ابن عباس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. قال: كان يقول: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله من غير واو، فهي على عطف النسق من غير واو، التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، وباقيك كابن مسعود: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا لفظ مسلم. هذا اختيار الإمام الشافعي رحمه الله. وذهب الإمام الشافعي إلى ترجيح رواية ابن عباس أيضا بعدة أمور. أولا قال: هي صحيحة. فإذا فاضلنا بين صحيح وصحيح حديث ابن عباس وحديث ابن مسعود، فرأى أن في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما يجعله راجحا، منها أن واو العطف وإن سقطت، التحيات المباركات الصلوات الطيبات، لكن كما سيأتي في قول المصنف هي على تقدير ورود الواو، فقد تسقط الواو على تقدير ثبوتها، كما سيأتي بعد قليل أنشد بعضهم: كيف أصبحت، كيف أمسيت، مما، يعني كيف أصبحت وكيف أمسيت، فتحذف الواو في كلام العرب وهي باقية في المعنى تقديرا، وعندئذ لا يقال إن في تشهد ابن مسعود تعدد جمل في الثناء، بل حتى في حديث ابن عباس رضي الله عنهما هي كذلك أيضا. ومنها أيضا مما رجح به تشهد ابن عباس رضي الله عنه أنه قال كما قال ابن مسعود: كان يعلمنا، فأيضا ذكر العناية في أخذ هذا اللفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة. وأيضا رجحوا حديث ابن عباس أن فيه زيادة كلمة، ما هي؟
المباركات. يعني هو اتفق مع حديث ابن مسعود في ثلاثة: التحيات والصلوات والطيبات. وزاد ابن عباس في حديث التحيات المباركات، قال ففيه زيادة وهي موافقة لقوله تعالى: تحية من عند الله مباركة طيبة. فإذا اجتمع في التحية البركة مع الطيب كان ذلك أوفق وفيه زيادة، فهذا من وجوه ترجيح حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال البيهقي في فائدة اللطيفة، والإمام البيهقي شافعي، فهو يذكر أيضا من وجوه ترجيح حديث ابن عباس، قال: الذي عندي إنما اختاره الشافعي لأن إسناده إسناد حجازي، وإسناد حديث عبد الله بن مسعود إسناد كوفي. قال: ومهما وجد أئمتنا المتقدمون من أهل المدينة للحديث طريقا بالحجاز فلا يحتجون بحديث يكون مخرجه من الكوفة. قال: ويشهد لهذا قول الشافعي ليونس بن عبد الأعلى الصدفي: إذا وجدت أهل المدينة على شيء فلا يدخلن قلبك إنه حق، ثم ذكر شواهد لذلك. فإذا هذا من وجوه الترجيح، وهي أيضا ليس ترجيح بين صحيح وضعيف، بل بين صحيحين كلاهما ثابت، إنما هو في اختيار الأفضل منها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ورجح من اختار تشهد ابن مسعود بعد كونه متفقا عليه في الصحيحين بأن واو العطف تقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه، فتكون كل جملة ثناء مستقلة. إذن كم وجها من الترجيح ذكر في الجملة؟ وجهين. قال: بعد كونه متفقا عليه في الصحيحين، هذا وجه الترجيح الأول، اتفاق الشيخين. الوجه الثاني أن فيه العطف بالواو وهي تقتضي المغايرة، وعندئذ ستكون بمثابة جمل: التحيات لله، الصلوات لله، الطيبات لله. فالعطف بالواو جعل جمل الثناء متعددة، وكلما كان الذكر لله تعالى فيه ثناء أعظم وأكبر وأجل كان أثقل في الميزان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإذا أسقطت واو العطف كان ما عدا اللفظ الأول صفة له فيكون جملة واحدة في الثناء، والأول أبلغ فكان أولى. يعني كما في حديث ابن عباس: التحيات المباركات الصلوات الطيبات. قال: إذا سقطت الواو كان اللفظ الأول المبتدأ التحيات هو العمدة في الكلام، وباقي الألفاظ صفات: التحيات المباركات الصلوات الطيبات. فتكون الثلاث الكلمات الأخيرة صفة للتحيات، فكأنه إنما أثنى على الله بجملة واحدة التحيات، بخلاف العطف بالواو. نعم. قال: وزاد بعض الحنفية في تقرير هذا بأن قال: لو قال والله والرحمن والرحيم لكانت أيمانا متعددة تتعدد بها الكفارة، ولو قال والله الرحمن الرحيم لكانت يمينا واحدة فيها كفارة واحدة، هذا أو معناه. طيب، هذا أيضا مما ذكره الحنفية، وهم ممن يرجح حديث ابن مسعود رضي الله عنه، بأنها مثلها في مسألة فقهية الأيمان. لو حلف ثلاثة أيمان: والله والرحمن والرحيم، ثم حنث، وجب عليه ثلاث كفارات لأنه حلف ثلاثة أيمان، بخلاف ما لو قال والله الرحمن الرحيم أو قال والله العظيم الملك، فإنه إنما حلف يمينا واحدة. فدل على أن العطف بالواو يقتضي استقلالا للجمل، فهذا تقرير الحنفية طبعا. وأجيب عنه بأن عطف المفردات ها هنا هو في مقام عطف الجمل المستقلة، وإن سقطت الواو كما يأتي الآن في كلام المصنف. قال: ورأيت. قال: ورأيت بعض من رجح مذهب الشافعي في اختيار تشهد ابن عباس أجاب عن هذا بأن واو العطف قد تسقط، وأنشد في ذلك: كيف أصبحت كيف أمسيت مما، والمراد بذلك كيف أصبحت وكيف أمسيت. وهذا أولا إسقاط الواو العاطفة في عطف الجمل، ومسألتنا في إسقاطها في عطف المفردات، وهو أضعف من إسقاطها في عطف الجمل. ولو كان
ولو كان غير ضعيف لم يمتنع الترجيح بوقوع التصريح بما يقتضي تعدد الثناء بخلاف ما لم يصرح به فيه. طيب إذن هذا واضح أنه مما رجح به مذهب الشافعي وهو اختار تشهد ابن عباس، وفيه كما سمعت توالي المفردات بغير عطف بالواو، التحيات المباركات الصلوات الطيبات. قال هذا لا يسقط معنى العطف بالواو، وإن سقطت الواو واستشهد بقول أحدهم كيف أصبحت كيف أمسيت مما ينبت الود في الفؤاد الكريم، فقال كيف أصبحت كيف أمسيت، والمعنى كيف أصبحت وكيف أمسيت. ثم إن إسقاط الواو في عطف الجمل ليس كإسقاطها في عطف المفردات، وهو أضعف من إسقاطها كما قال في عطف الجمل، ومع ذلك فإن هذا كما قلنا من وجوه الترجيح الذي ذكره الأئمة في هذه الروايات. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وترجيح آخر لتشهد ابن مسعود رضي الله عنه، وهو أن السلام معرف في تشهد ابن مسعود منكر في تشهد ابن عباس، والتعريف أعم. طيب هذا إذا سلم أن صيغة التشهد في حديث ابن عباس سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ورد هكذا في كل الطرق. قال الإمام ابن الملقن رحمه الله تعالى: فإن في صحيح مسلم في تشهد ابن عباس تعريف السلام، وكذا في سنن الدارقطني وصححه. يعني حتى في لفظة السلام أيضا ثبت في حديث ابن عباس رضي الله عنهما من بعض الطرق. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: واختار مالك رحمه الله تشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي علمه الناس على المنبر، ورجحه أصحابه بشهرة هذا التعليم ووقوعه على رؤوس الصحابة من غير نكير، فيكون كالإجماع. طيب أما اختيار الإمام مالك رحمه الله رابع الأئمة في ذكر هذه المسألة، وهو القول الثالث، فإن أحمد وأبا حنيفة اتفقا في ترجيح حديث ابن مسعود، وذهب الشافعي رحمه الله إلى ترجيح حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وأما الإمام مالك رحمه الله فقد رجح حديث تشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولفظه التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات لله، الصلوات لله. فما الذي اختلف فيه؟ الزاكيات، التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات لله، الصلوات لله، وباقيه كباقي التشهد: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقد أخرجه الإمام مالك في الموطأ وهو صحيح السند. رجح الإمام مالك هذا التشهد بأمر آخر ليس من ناحية الألفاظ فقط. عمر رضي الله عنه في خلافته وهو أمير المؤمنين كان حريصا على تعليم المسلمين القضايا المهمة كأمور الصلاة، فعلمهم دعاء الاستفتاح فجهر به في الصلاة يعلم الناس، وعلمهم دعاء التشهد على المنبر، يصعد منبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي والناس جالسة، الصحابة وأولاد الصحابة، ثم يتلو على مسامعهم هذا اللفظ. يقول هذا أقوى من أن تقول هو رواية عمر، لا، هو رواية عمر رضي الله عنه، وكل من جلس وسمع وسكت وأقر ووافق فهم يشاركون عمر رضي الله عنهم في أن هذا التشهد هو الذي علمهم إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: رجحه أصحابه بشهرة هذا التعليم ووقوعه على رؤوس الصحابة من غير إنكار. قال: فيكون كالإجماع. فيقول عندئذ لن يكون احتجاج مذهب الإمام مالك في ترجيح رواية عمر بأنها رواية عمر، لا، هي أقوى من ذلك، مأخوذا من سياق رواية عمر رضي الله عنه بأنه ألقاه على مسامع الناس والصحابة جلوس فلم ينكر ذلك أحد. فأنت كما ترى الآن كل مذهب ذهب إلى ترجيح رواية استند إلى مأخل وهو معتبر جداً، سواء ترجيح الحنفية والحنابلة أو ترجيح الشافعية أو ترجيح الإمام مالك رحم الله الجميع. نعم. ويترجح
قال ويترجح عليه تشهد ابن مسعود وابن عباس بأن رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مصرح به بأن رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مصرح به ورفع تشهد عمر رضي الله عنه بطريق استدلالي. إيش يعني بطريق استدلالي؟ يعني عمر ما قال كما قال ابن مسعود وابن عباس رضي الله عن الجميع. ابن مسعود إيش قال؟ علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه، فنسب اللفظ إلى من؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ابن عباس كذلك، ماذا قال رضي الله عنهما؟ علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كما يعلمون السورة، وذكر اللفظة. أما حديث عمر رضي الله عنه فإنه صعد المنبر وتلا على الناس التشهد. السؤال، هل يكون عمر رضي الله عنه قال هذا تأليفا من عنده؟ الجواب لا، هو أيضا له حكم الرفع، إلا أنه ليس مصرحا به. فقط هذه النقطة، أن حديث ابن مسعود وحديث ابن عباس رضي الله عنهما صريح في رفعه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتشهد عمر ليس صريحا بل له حكم الرفع. قال الحافظ ابن عبد البر ما أورده مالك عن عمر وابنه وعائشة، حتى حديث ابن عمر وحديث عائشة ليس فيه تصريح بالرفع، قال له حكم الرفع. قال لأن من المعلوم أنه لا يقال بالرأي، ولو كان رأيا لم يكن ذلك القول من الذكر أولى من غيره من سائر الأذكار، فلا يبقى إلا أن يكون توقيفا. قال وقد رفعه غير مالك عن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقد رجح اختيار الشافعي تشهد ابن عباس باللفظ الذي وقع فيه مما يدل على العناية بتعلمه وتعليمه، وهو قوله كان يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، وهذا ترجيح مشترك، لأن هذا أيضا ورد في تشهد ابن مسعود كما ذكره المصنف. ومضى هذا، ففي كلا الروايتين عن ابن مسعود وعن ابن عباس رضي الله عنهما التصريح بتلقي هذا التعليم المباشر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال ورجح اختيار الشافعي بأن فيه زيادة المباركات، وبأنه أقرب إلى لفظ القرآن. تحيات المباركات والصلوات الطيبات، وتقدم هذا. نعم. قال وبأنه أقرب إلى لفظ القرآن، قال الله تعالى تحية من عند الله مباركة طيبة. طيب، فهمت الآن خلاف الفقهاء؟ أحمد وأبو حنيفة رحمهما الله رجح حديث ابن مسعود رضي الله عنه، الشافعي رحمه الله رجح حديث ابن عباس رضي الله عنهما، مالك رحمه الله رجح حديث عمر رضي الله عنه. يبقى أن تنتبه إلى تنبيه مهم ذكره الآئمة، كما قال ابن الملقن رحمه الله، قال وينبغي أن يعلم بعد أن يتقرر عندك أن الاختلاف إنما هو في الأفضل والمختار منها لا في الجواز، يعني كلها صحيحة كلها جائزة، بأيها قرأت في الصلاة صحت، وبأيها أتيت فقد قلت شيئا صحيحا مأخوذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فافهم هذا، بل خذها فائدة أخرى، قاعدة في كل الأذكار التي تصح بها الروايات بتعدد ألفاظها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها تحمل على تعدد التنوع لا تعدد الاختلاف. ألفاظ دعاء الاستفتاح ليست صيغة ولا ثنتين ولا ثلاثة ولا أربعة، متعددة، طالما صح سندها فكلها صحيحة. ألفاظ أيضا كما نحن فيه التشهد ليس لفظا ولا اثنين ولا ثلاثة، ألفاظ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليس رواية ولا ثنتين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة. في القاعدة وفي الأذكار إذا تعددت ألفاظها وصحت أسانيدها فكلها صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الموقف منها؟ ثلاثة أشياء، الأول إقرارها وعدم الإنكار على شيء منها، وإن ترجح عند بعض العلماء لفظ على لفظ فهو على قاعدتنا ترجيح في الأفضل لا في الجواز. الأمر الثاني الذي يترتب على هذه القاعدة أنه يستحسن
ويستحب للمسلم فضلا عن طالب العلم أن يكون له عناية بكل ذلك مما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف عناية؟ يحفظها، يتعلمها، ثم ينوع بينها في صلاته، فيقرأ هذا مرة وهذا مرة. لما؟ إتيانا بالسنن، وألا يكون هاجرا لشيء من السنن لو لزم لفظا واحدا منها دون غيره. فتخيل أنك لو في عمرك كله ظللت محافظا على تشهد ابن مسعود رضي الله عنه، أو تشهد ابن عباس فقط رضي الله عنه، أو تشهد عمر فقط رضي الله عنه، فستكون تاركا لغيره من ألفاظ التشهد. وقد ثبت عندنا بصحيح السند أن النبي عليه الصلاة والسلام قاله، بل علمه أصحابه. هذه فائدة ثانية. وفائدة ثالثة في الألفاظ، ألفاظ الأذكار التي تتعدد رواياتها وتصح، أن تعدد المصلي أو تنوع المصلي في المراوحة والمغايرة بين ألفاظ تلك الأذكار يكون عونا له على استحضار معانيها دون الإتيان على ألفاظها مع غفلة القلب عنها. لأنك لما تألف ذكرا وتحفظه تبدأ تقوله بعد فدة من الزمن على إثر الاعتياد من غير تركيز في المعنى. دعاء الاستفتاح: الله أكبر، سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى. ولا تقف مع ألفاظ الاستفتاح لأنك تعودت وصرت تقولها آليا. جلست في التشهد: التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك، تقولها من غير وقوف وتأمل في المعاني. هذا عند أكثرنا، لكن المغايرة في صلاة تقول هذا وفي صلاة تقول ذاك، فإنك تركز أي ذكر ستقول، أي لفظ ستختار، فيعود إليك قدر من التركيز يعينك على استشعار المعاني والانتباه إلى ألفاظها. والأوراد والأذكار ركنها وحجر الزاوية فيها استشعار معانيها ومواطأة القلب للسان لعبارات تلك الأذكار وألفاظ الأوراد الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والتحيات جمع التحية، وهي الملك، وقيل السلام، وقيل العظمة، وقيل البقاء. طيب، نحن نقول التحيات لله، إيش يعني؟ أنت ماذا ترفع لله؟ قلت التحيات لله، إيش تقصد؟ هذه المعاني، قال التحيات، ذكر أربعة معاني، قيل الملك، فكأنك تقول الملك لله، والملك لله ثابت، فأنت لا تعترف به وتقر به. قال بعضهم: بل المقصود تحية الملك التي تقال للملوك هي خالصة لله أو مستحقة لله. وقيل معنى التحية السلام، وإذا حييتم بتحية فحيوا، فالسلام تحية، فإنك أيضا تحيي بمعنى التحيات يعني السلام. وقيل العظمة أو البقاء، يعني العظمة الخالصة لله أو البقاء الأكمل والتام لا يكون إلا لله. فلاحظ معي كيف ينبغي أن نتعلم ألفاظ التشهد وأن نتعلم معها المعاني. أنت في كل صلاة تقول التحيات لله، إيش معنى التحيات لله؟ يعني أنا أفهم بعدها أن تقول السلام عليك أيها النبي، السلام علينا وعلى عباد الله. لاحظ كيف أن الجلسة كلها تحيات، تسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، تسلم على نفسك، تسلم على عباد الله الصالحين، ملائكة وإنس وجن في السماء وفي الأرض، صدرت كل ذلك بقولك التحيات لله. فأي مدخل عظيم هذا بدأت به جلستك وأنت تلقي وترفع تحيتك لله عز وجل. ما معنى التحيات؟ قال معناها جمع تحية. طيب ليش جاءت بلفظ الجمع؟ قال بعض أهل العلم: لأن كل واحد من الملوك كانت له تحيته الخاصة به. يقال مثلا: أطال الله بقاءك وعم صباحا، فكان كل ملك من الملوك، ملوك البشر، له لفظه الذي يحيى به، فجاء في الصلاة فقال التحيات لله، يعني كل تحية بكل الألفاظ الدالة على الملك هي لله. فإذا كان لكل ملك تحيته فكل التحيات لله. وقيل كما نقل الإمام القاضي عياض رحمه الله أن الجمع هنا جاء التحيات وليس التحية لله، جاء بلفظ الجمع لتجمع معاني التحية، الملك والبقاء والعظمة والسلام، فتجمع جميع معاني التحية فقال التحيات لله.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإذا حمل على السلام فيكون التقدير التحيات التي تعظم بها الملوك مثلا مستحقة لله تعالى، وإذا حمل على البقاء فلا شك في اختصاص الله تعالى به، وإذا حمل على الملك أو العظمة فيكون معناه الملك الحقيقي التام لله والعظمة الكاملة لله، لأن ما سوى ملكه وعظمته تعالى فهو ناقص. طيب، فإذا قلت التحيات بمعنى الملك، طيب هناك ملك لغير الله، ملك ملوك البشر، طيب إيش معنى قولك التحيات لله يعني الملك لله وفي الأرض ملوك من البشر؟ إذا ما معنى الملك لله؟ قال الملك الحقيقي التام، لأن ملك الملوك من البشر ملك ناقص، يعني هو يملك ناحية من الأرض ولا يملك غيرها، يملك مدة حياته أو مدة حكمه ولا يملك لا قبل ولا بعد، لكن أين الملك الحقيقي التام؟ لله، كما في سورة غافر: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وإن جعلت معنى التحيات كما قال هنا بمعنى السلام، فإنك تقصد بقولك التحيات لله، فإنك تقصد اختصاص الله عز وجل به، وإذا قلت البقاء فإنك تريد أيضا اختصاص الله، فإن لا ليس أحد من خلقه باق، قال الله عز وجل: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وإذا حملتها على العظمة فأيضا يوجد عظماء من البشر، لكن العظمة الكاملة التامة لا تكون إلا لله جل وعلا. ويجوز أن يكون لفظ التحية هنا مشتركا بين هذه المعاني كلها كما حكى المحب الطبري، لكن قال: وكونها بمعنى السلام أنسب هنا وأمس. لماذا جعل معنى السلام من بين المعاني الأليق بالسياق؟ لا، لورود السلام في باقي الجمل: السلام عليك أيها النبي، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والصلوات يحتمل أن يراد بها الصلوات المعهودة، ويكون التقدير إنها واجبة لله تعالى لا يجوز أن يقصد بها غيره، أو يكون ذلك إخبارا عن إخلاصنا الصلوات له، أي إن صلاتنا مخلصة له لا لغيره. ويحتمل أن يراد بالصلوات الرحمة، ويكون معنى قوله لله أي المتفضل بها والمعطي هو الله تعالى، لأن الرحمة التامة لله تعالى لا لغيره. طيب، عرفنا معنى التحيات لله، فما معنى الصلوات؟ تحيات لله والصلوات، إما أن تقول هي صلواتنا التي نصليها. طيب، فإذا قلت صلواتنا الخمس والفرائض والسنن وقيام الليل والتطوع، كل الصلوات لله، إيش يعني الصلوات لله؟ يعني أن تكون خالصة لله عز وجل، فهذا نوع من تذكر المصلي في صلاته أن يتعاهد إخلاصه، تقول الصلوات لله. إذن هذا معنى. والمعنى الثاني أن الصلوات بمعنى الرحمة، هو الذي يصلي عليكم وملائكته. ما صلاة الله على العبد؟ رحمته أو ثناؤه عليه. طيب، فإذا قلت الصلوات بمعنى الرحمة، فكيف تقول الصلوات لله؟ الرحمة لله، نعم، يعني هو المتفضل بها، الرحمة له سبحانه يتفضل بها على من يشاء من عباده، والرحمة التامة له لا لغيره. نعم، الأمهات والآباء والمعلمون والمحبون يرحمون، لكنها الرحمة التامة لله عز وجل التي لا يشابهها رحمة أحد من خلقه. طيب، هذان معنيان. وذكر أيضا ابن الملقن ونقل عنه تلميذه الحافظ ابن حجر رحم الله الجميع أن من المعاني التي يمكن أن تحمل عليها كلمة الصلوات في دعاء التشهد أنها العبادات كلها، فقولك الصلوات لله يعني العبادات، وقيل الدعوات، لأن الصلاة في اللغة الدعاء، فقولك الصلوات لله يعني الدعوات التي نرفعها أيضا خالصة لوجه الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقرر بعض المتكلمين في هذا فصلا بأن قال ما معناه
إن كل من رحم أحدا فرحمته له بسبب ما حصل له عليه من الرقة، فهو برحمته دافع لألم الرقة عن نفسه، بخلاف رحمة الله تعالى فإنها لمجرد إيصال النفع إلى العبد. رحمة الأم لولدها طفلا كان أو شابا أو كهلا، الدافع للأم على رحمتها بولدها هو رقة قلبها عليه، هو شفقتها عليه، هي خوفها أن يصيبه ضرر، هي ألم قلبها لو وجدت من تحبه أو ترحم عليه أن يتألم. فإذا دافع الرحمة عند البشر رقة حاصلة في القلب يخشى معها حصول الألم. حتى أنت إذا رحمت طفلك الصغير أو ابنك أو أي شخص تحبه، رحمتك إياه نابعة من خوفك عليه. طيب وش يعني؟ يعني لو أصابه ضرر كنت تخشاه عليه يتألم قلبك، ففي الحقيقة رحمتك استدفاع لألم تخشى أن يصيب قلبك، فعادت إلى حاجة عند ذي الرحمة من البشر. لكن الله تبارك وتعالى يرحم رحمة مطلقة مع استغنائه عن خلقه جل وعلا، يرحمهم ويريد الخير لهم، وهو جل جلاله مستغن عنهم، ولا شيء من النفع يتعلق بالذات الإلهية تبارك ربنا وتعالى. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما الطيبات فقد فسرت بالأقوال الطيبات، ولعل تفسيرها بما هو أعم أولى. إيش يعني الأقوال الطيبات؟ كلمة طيب، ذكر الله، التحيات لله والصلوات، والطيبات يعني أيضا لله. ما الطيبات التي لله؟ قال: الأقوال الطيبة. هذا قول الأكثر، أن ذكر الله هو كل قول طيب يحمد ويستغفر ويمجد ويثني به العبد على ربه. نعم. قال: ولعل تفسيرها بما هو أعم أولى، أعني الطيبات من الأفعال والأقوال والأوصاف، وطيب الأوصاف كونها بصفة الكمال وخلوصها عن شوائب النقص. إذن هذا التعميم هو الراجح والذي ذهب إليه غير واحد من المحققين، كما رجحه ابن القيم رحمه الله، أن تقول الطيبات هنا كل شيء طيب، قولا كان أو فعلا أو وصفا، فكل ما يعمله العبد من طيب هو لله عز وجل، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فالله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا. فإذا تقول الطيبات لله، ذكرك، عبادتك، صدقتك، عملك الصالح، حتى نيتك الصالحة الصادقة هي لله عز وجل، أنت لا تريد بها إلا الله، وترفع عند الله ويثيبك عليها الله عز وجل، فالطيبات لله كل شيء طيب. طيب متى نقول إن هذا القول طيب والعمل طيب والوصف هذا طيب؟ قال: إذا صفى وخلص من شوائب النقص فهو طيب، في العمل، في القول، في النية، أن يتجرد في نيته عن شيء سوى الله سيكون طيبا ولو كان قليلا، أن يجتهد العبد في أدائه يتقرب به إلى ربه يكون طيبا وإن كان قليلا. فالتعميم هنا أولى لأن اللفظ محتمل ولا شيء يدفعه. نعم. قال: وقوله السلام عليك أيها النبي، قيل معناه التعوذ باسم الله الذي هو السلام، كما تقول الله معك، أي الله متوليك، الله متوليك وكفيل بك. وقيل معناه السلامة والنجاة لكم، كما في قوله تعالى فسلام لك من أصحاب اليمين. وقيل أن الانقياد لك، كما في قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وليس يخلو بعض هذا من ضعف، لأنه لا يتعدى السلام ببعض هذه المعاني بكلمة على. ذكر ثلاثة معاني في قولك السلام عليك أيها النبي، وأنت عبد الله في كل صلاة تقول السلام عليك أيها النبي، إيش تقصد؟ هل هو إلقاء السلام بمعنى التحية؟ أو هو الانقياد، يعني أنا منقاد لأمرك ودينك وشريعتك وسنتك يا رسول الله؟ أو هو التعوذ باسم الله، فكأنك تقول السلام هنا ما معناه؟
هل السلام اسم الله؟ هل السلام اسم الله؟ نعم، السلام المؤمن المهيمن، فالسلام من أسماء الله. فإذا جعلت السلام هنا اسم الله تقول السلام عليك أيها النبي، كأنك تقول الرحمن عليك أيها النبي، العظيم عليك أيها النبي، فإيش يكون معناه؟ فكأنك تعوذه باسم الله، كما تقول الله معك، إيش يعني؟ الله متوليك وكفيل بك. حتى في كلام الناس العام يقول اسم الله عليك، العامة تقول اسم الله عليك، إيش يعني؟ يقول اسم الله عليك، إيش يعني هذا؟ أنت تعوذه باسم الله. فلما تقول السلام عليك أيها النبي فكأنك تعوذه صلى الله عليه وسلم، وتريد بذلك كما يقول بعضنا اسم الله عليك، لأن السلام اسم الله، فأنت تعوذه بذلك. فتقول السلام الذي هو الله عليك أيها النبي فإنك تعوذه به، أو كما قال المصنف كما تقول الله معك، يعني الله يتولاك ويحفظك ويتكفل بأمرك. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني السلامة والنجاة، السلام عليك يعني السلامة من الآفات، مثل فسلام لك من أصحاب اليمين، جاء أيضا بهذا المعنى. والمعنى الثالث الانقياد لك، في كل صلاة تقول السلام عليك أيها النبي، بمعنى أنقاد لسنتك وأتبع أمرك. واستشهد بالآية فلا ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال المصنف رحمه الله وليس يخلو بعض هذا من ضعف، يعني معنى الانقياد لا تقول انقدت للشيء أو على الشيء، الانقياد يكون للشيء فلا يعد بعلي، فلا يصح تفسير السلام عليك بمعنى الانقياد لك. وكذلك السلامة من الآفات قد لا تتعدى كما قال بمعنى بعض، بمعنى لا تتعدى بعلى. قبل أن ننتقل إلى ألفاظ التشهد الأخرى التي شرحها المصنف رحمه الله تعالى، ها هنا فائدة كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ما الحكمة في العدول عن صيغة الغيبة إلى الخطاب السلام عليك أيها النبي، مع أنه ليس حاضراً عندك صلى الله عليه وسلم وأنت تقول السلام عليك؟ قال مع أن لفظ الغيبة هو الذي يقتضيه السياق، كأن تقول السلام على النبي فينتقل من تحية الله إلى تحية النبي صلى الله عليه وسلم ثم إلى تحية النفس ثم إلى الصالحين. قال أجاب الطيبي بما محصله: نحن نتبع لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم بعينه الذي علمه الصحابة. وإن أخرج البخاري في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه في باب الاستئذان في كتاب الاستئذان قال في حديث التشهد قال: كنا نقول السلام عليك أيها النبي وهو بين ظهرانينا، فلما قبض قلنا السلام، قال يعني على النبي. وأخرجه أيضا أبو عوانة وغيره من أصحاب المستخرجات بلفظ السلام على النبي، فحذف كاف الخطاب. لكن الصحيح والذي أطبق عليه الفقهاء بقاء اللفظ السلام عليك كما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه في صيغة التشهد. وفائدة أخرى السلام عليك أيها النبي، لماذا عبر بالنبوة ولم يعبر بالرسالة، مع أن الوصف بالرسالة أعم في حق البشر؟ فأيضا كان الجواب أن هذا لأنه في باقي ألفاظ التشهد أنت تقول أشهد أن محمدا عبده ورسوله، فلما ذكرت وصف الرسالة هناك تذكر هنا وصف النبوة لتجمع له بين الوصفين الكريمين النبوة والرسالة. فلو قلت السلام عليك يا رسول الله ثم قلت أشهد أن محمدا عبده ورسوله لم يحصل هذا الجمع بين الوصفين، فكان هذا أولى وأبلغ، وهي من الحكمة التي جاءت في اللفظ الوقفي الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين لفظ عموم، وقد دل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: فإنه إذا قال ذلك أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض. أين العموم؟ عباد الله الصالح، عباد الله، عباد الله. ما صيغة العموم هنا؟ جمع مضاف إلى الجمع المضاف إلى معرفة،
فهنا الجمع عباد وهو جمع تكسير، أضيف إلى الذات الإلهية وإلى لفظ الجلالة عباد الله، فهذا الذي أفاد العموم. طيب كيف استنبطنا أن هذا عموم؟ لقوله عليه الصلاة والسلام: فإنك إذا قلت ذلك أصبت أو فقد سلمت على كل عبد صالح، فجعل هذا مقام أنك تقول السلام على كل عبد لله. فأنت في صلاتك عبد الله، في كل صلاة تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، تلقي بسلامك إلى ملائكة السماء عليهم السلام، وتلقي بسلامك إلى الصالحين من بني الإسلام ممن هم على وجه الأرض، ممن عرفت ومن لم تعرف. في كل صلاة أنت تسلم على إخوانك من أهل الإسلام إنسا وجنا، بل حتى الملائكة، قال على كل عبد صالح في السماء والأرض. نعم. وقد كانوا يقولون السلام على الله، السلام على فلان، السلام على فلان، حتى علموا هذه اللفظ. ولذلك من اللطائف في هذا ما قاله الإمام الحكيم الترمذي، وهو ليس الإمام الترمذي صاحب السنن، قال: من أراد أن يحظى بهذا السلام الذي يسلمه الخلق في صلاتهم فليكن عبدا صالحا. قال: وإلا فيحرم هذا الفضل العظيم. في كل صلاة ملايين المسلمين تسلم عليك لو كنت صالحا. قال: ومن لم يكن كذلك فقد حرم هذا الفضل العظيم. ومن اللطائف أيضا ما قاله القفال في فتاويه، قال: تارك الصلاة يضر بجميع المسلمين. ليش؟ قال: لأن المصلي في صلاته يستغفر لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات، ولا بد أن يقول في التشهد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فتارك الصلاة مقصر في حق الله لأنه ما صلى، مقصر في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأنه ما سلم عليه ولا صلى عليه. مقصر في حق نفسه. ليش؟ السلام علينا. قال: مقصر في حق كافة الخلق. قال: ولذلك عظمت المعصية بترك الصلاة. فهذا وجه لطيف يذكرونه في أنه كيف بتركه للصلاة يفوت أجرا عظيما وفضلا كبيرا، نسأل الله من فضله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي قوله عليه الصلاة والسلام. طيب بالمناسبة يعني ها هنا فائدة لطيفة يذكرها يعني بعض الأئمة، عندما تسلم هكذا فتقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، يقول ابن الملقن رحمه الله: أخذ من قوله فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كبد عبد لله، أن من قال لرجل فلان يسلم عليك ويريد به السلام هذا في الصلاة هل يكون كاذبا؟ يعني ذهبت لشخص وقلت له فلان يسلم عليك وأنت تقصد التشهد في الصلاة، قال هل يكون كاذبا؟ ها ما رأيكم؟ صادق يعني خرجتموها خلاص، وكل واحد الآن يمشي إلى أي أحد ويقول فلان يسلم عليك. قال رحمه الله تعالى: أنه من قال لرجل فلان يسلم عليك ويريد به هذا السلام أنه لا يكون كاذبا، ويلزم عليه أن يحنث بذلك إذا حلف ألا يسلم عليه. يعني لو قال فلان والله فلان هذا بينه وبينه خصوم، قال ما أسلم عليه، ترى تلزمك كفارة لأنك في الصلاة تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال: إلا إذا نوى بالسلام خاصة، النية خاصة. قال: وأيضا فإن العرف يخالف ذلك ويشهد بها بأن هذا غير مسلم، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي قوله عليه الصلاة والسلام: فإنه إذا قال ذلك أصابت كل عبد صالح، دليل على أن للعموم صيغة، وأن هذه الصيغة للعموم كما هو مذهب الفقهاء، خلافا لمن توقف في ذلك من الأصوليين وهو مقطوع به من لسان العرب وتصرفات ألفاظ الكتاب والسنة عندنا، ومن تتبع ذلك وجده. واستدلالنا بهذا الحديث ذكر لفرد من أفراد لا يحصي الجمع لأمثالها لا للاقتصار عليه. نعم هذا واضح، لأن من الاستغراق في التقرير الأصولي والتنظير المجرد خلافهم في مسألة صيغ العموم وصيغ الأمر وما ينسب إلى الإمام الأشعري من التوقف في أن ليس للعموم صيغة وليس لللفظ الأمر صيغة، وكذلك بعض نفات الصيغ، كل هذا شطط ونوع من الإيغال
في التنظير المجرد، هذه مكابرة، لا لغة العرب ولا أفهام البشر ولا نصوص الكتاب والسنة كلها تشهد للعموم صيغة وللأمر صيغة وللنهي صيغة. هذا مثال، قال إذا قلتم ذلك فقد حصل كذا، إذا استخدمتم هذا اللفظ أصبتم العموم، فلما المكابرة؟ قال هذه الصيغة للعموم كما هو مذهب الفقهاء، خلافا لمن توقف ثم قال هو مقطوع به ومع تصرفات ألفاظ الكتاب والسنة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإنما خص العباد الصالحون لأنه كلام ثناء وتعظيم. إذن مفهوم الصفة يا كرام، لما يقول المصلي، عفوا، لما نقول ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أن غير الصالحين لا يشملهم هذا السلام، إذن مفهوم الصفة يخرج غيرهم، وهذا واضح. ولهذا تقدم كلام الإمام الحكيم الترمذي: من أراد أن يحظى بهذا السلام الذي يسلمه الخلق في صلاة فليكن عبدا صالحا وإلا فاته هذا الأجر العظيم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله عليه الصلاة والسلام: ثم ليتخير من المسألة ما شاء، دليل على جواز كل سؤال يتعلق بالدنيا والآخرة. أين العموم؟ ما شاء، أدعو بعد التشهد قبل السلام، هذا موضع دعاء ونبهنا عليه في درس الهدي، هذا موضع دعاء يفوته كثير من المصلين للأسف، موضع دعاء مبارك. إذا انتهيت من التشهد ومن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، كل شيء في قلبك تريدها حاجة من الله أدعو بها قبل أن تغادر صلاتك، ارفعها إلى الله. قال: ثم ليتخير من المسألة ما شاء، كل شيء من أمور دنياك وأخراك، لنفسك، لزوجتك، لأولادك، لوالديك، للأحياء، للأموات، وهذا عموم ما شاء. قال: دليل على جواز، قال: دليل على جواز كل سؤال يتعلق بالدنيا والآخرة، إلا أن بعض الفقهاء من أصحاب الشافعي استثنى بعض صور من الدعاء تقبح، كما لو قال: اللهم أعطني امرأة صفتها كذا وكذا، وأخذ يذكر أوصاف أعضائها، يعني ذكر طولها وشعرها وعينها وذكر تفاصيل دقيقة. قال هذا، يعني بعض الفقهاء الشافعي يرون هذا مستثنى وأنه لا يجوز الدعاء به في الصلاة، بل بعضهم قال لو استطرد في تفصيل لكان ربما مبطلا لصلاته، وجعلوا ذلك من باب المحافظة على أدب الصلاة وأدب الدعاء في الصلاة. وأخرج ابن حبان عن عبد الله ابن المغفل رضي الله عنه أنه سمع ابنا له يقول في دعائه: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. قال: أي بني، سل الله الجنة وتعوذ به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الدعاء والطهور. فربما كان هذا أيضا دليلا لما أشار إليه المصنف من قول الشافعية. وعن أبي حنيفة، أو يذكر عن الحنفية أيضا، أن الدعاء في الصلاة بعد التشهد في قوله ليتخير من المسألة ما شاء، أثر أو نقل عنه أنه لا يجوز إلا بالدعوات المأثورة الواردة في الكتاب والسنة دون الألفاظ التي تدعو بها عامة خارج الصلاة، أخذا بحديث: إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين. فأجروا هذا اللفظ على عمومه وجعلوه مقيدا لحديث: ثم ليتخير من المسألة ما شاء، ما شئت، مما لا يكون من كلام الآدميين بل من كلام الله أو من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإن كان الصحيح الذي عليه الجماهير أن هذا الباب من الدعاء مفتوح إبقاء لهذا اللفظ على عمومه: ليتخير من المسألة ما شاء، وهو الذي فتح لك الباب رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولما نقل إمام الحرمين الجويني عن والده الإمام الفقيه أبي محمد أنه كان يتردد في دعاء مخترع، يعني مصوغ بألفاظ يشتمل على أوصاف، مثلا يقول: اللهم ارزقني جارية صفتها كذا وكذا، وأن والده القاضي الفقيه أبا محمد يميل إلى المنع من ذلك ويعده من مبطلات الصلاة كما هي طريقة بعض الفقهاء الشافعية، قال: لأنه ينافي تعظيم الصلاة.
فعقب ذلك ابنه إمام الحرمين قال هذا غير سديد، والوجه ألا يمنع منه. فإذا بقاء العموم ليختر من المسألة ما شاء، فهذا موضع دعاء عظيم. وكل ما تدعو به عبد الله، يعني أنت تعجب لبعض المصلين يستعجل في صلاته، يفرغ من التشهد يسلم بسرعة، ثم بعدما يسلم يرفع يديه ويظل يدعو نصف ساعة، لا بأس، هذا أيضا موضع دعاء. لكن الأبرك منه أن تجعل دعاءك داخل صلاتك قبل أن تسلم، فطالما أنت جالس للدعاء ومتفرغ له فاجعله في صلاتك وداخلها خير وأبرك من أن تجعله خارجها، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: واستدل بهذا الحديث على عدم كون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركنا في التشهد، من حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم التشهد وأمر عقيبه أن يتخير من المسألة ما شاء ولم يعلم ذلك، وموضع التعليم لا يؤخر فيه بيان الواجب، والله أعلم. طيب، ذكر هذا في الاستدلال الإمام القاضي عياض رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم. الآن، هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد واجبة؟ بعد ما تنتهي من التحيات، هل يجب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام؟ فيه خلاف الفقهاء، وسيأتينا في شرح الحديث الثاني إن شاء الله. لكن هذا الخلاف بين القول بالوجوب والاستحباب في جملة أدلته هذا الدعاء. الآن علمهم الدعاء، قال إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل، وعلمه صيغة التشهد، ثم قال ثم ليختر أو ليتخير من المسألة ما شاء، يعني الدعاء، ولم يذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ستقول لي لكنه ذكرها في حديث آخر، لا بأس، لكن أليس هذا المقام مقام تعليم؟ علم ابن مسعود، علم ابن عباس. لو كانت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة في التشهد لذكرها كما ذكر ثم ليتخير من المسألة ما شاء، هي أولى بأن تذكر. قالوا الموضع موضع بيان، ولا يجوز تأخير البيان عن موضع حاجته، فلما ترك ذكره صلى الله عليه وسلم كان ذلك دلالة على عدم وجوبه. خلاص، الآن المصنف رحمه الله لا يذكر هذا تأييدا، بل يذكره إسنادا لبعض الفقهاء، واستدل بهذا الحديث، يعني أن بعض الفقهاء جعل هذه طريقة في الاستدلال. وعرفت الطريقة ما هي؟ لو كان واجبا لذكره النبي عليه الصلاة والسلام، فلما لم يذكره وهو يعلم التشهد بل انتقل من التشهد إلى الدعاء الذي في آخر الصلاة في آخر الأذكار ولم يذكر الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، كان ذلك دلالة على عدم وجوبه. طيب، قال الفقهاء القائلون بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: نعم هذا صحيح، لكن عليه إجابات. يعني مثلا، هل يجب السلام؟ التسليم في الصلاة واجب بعد التشهد للخروج من الصلاة، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، واجب؟ نعم، بل هو ركن في الصلاة. طيب، لم يذكره النبي عليه الصلاة والسلام بعد التشهد، قال إذا قعد، وهذا موضع القعود، والمفترض التشهد يكون في آخره السلام، فلم يذكره، ذكره في حديث آخر، من أين أوجبنا التسليمتين؟ من حديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. إذا نستند في إيجاب شيء آخر لم يذكر في حديث التشهد إلى أدلة أخرى ذكرته، فكذلك نقول في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قلنا بوجوبها بالأدلة التي اقتضت إجابها، مثل حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه الآتي في الحديث الثاني. فإذا هذا ليس دليلا لعدم ذكره. ومن الإجابات أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كما علمهم التشهد هو الذي علمهم الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. ما الدليل؟ قالوا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، فماذا قال؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخر الحديث صلى الله عليه وسلم. فالذي علمهم صيغة التشهد ولفظها هو الذي علمهم صيغة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ولفظها، فإذا عدم وروده في حديث التشهد لا يمنع من وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم. فلو قال قائل في الاعتراض أخيرا: علمهم صيغة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم مطلقا لا في الصلاة،
والتشهد مخصوص بالصلاة، فالجواب بل حتى الصلاة الإبراهيمية جاء في بعض ألفاظها أنهم سألوه كيف نصلي عليك إذا نحن جلسنا في صلاتنا، فعلمهم قولوا اللهم صل على محمد إلى آخره. ولهذا كان مذهب الشافعي وأحمد رحمهما الله مع طائفة من الفقهاء القول بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم داخل الصلاة، ومن قال بالاستحباب في الأدلة أخرى لعلها تأتينا إن شاء الله تعالى في شرح الحديث الثاني، حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه. وقد كنت أظن أن المجلس يسعنا لمدارسة ما جاء في شرح الحديث الثاني، لكنه طويل وفوائده متعددة وكلام المصنف فيه واسع، فلعلنا نرجئه إن شاء الله تعالى إلى مجلس الأسبوع المقبل. ونختم هذا المجلس ببعض الفوائد المتعلقة أيضا بما جاء في هذا الحديث. أولها، لاحظ معي في صدر حديث ابن مسعود رضي الله عنه ماذا قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه. يا كرام، في تعلم ألفاظ الأدعية أو الأوراد والأذكار نفرق بين صيغة يبتدئ النبي صلى الله عليه وسلم تعليمها وبين صيغة يسأل عنها فيجيب. ما الفرق؟ الأكثر أهمية والآكد تلك التي يبتدئ النبي عليه الصلاة والسلام تعليمها لأمته، هي آكد، آكد أهم. يعني مثلا في دعاء الاستفتاح في الصلاة يقول أبو هريرة رضي الله عنه: يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ فسأله فأجابه. في صيغة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام قال كعب بن عجرة، وقال غيره في بعض الروايات: يا رسول الله، علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ فقال قولوا. فرق بين أن يأتي التعليم النبوي جوابا على سؤال وبين أن يأتي ابتداء، أيهما أهم وآكد؟ الذي يأتي ابتداء من غير سؤال. فلهذا نحن نقول من مهمات ما يتعلمه المرء في صلاته صيغة التشهد. ونحن نقول أيها الآباء، أيها المعلمون، أيها الأمهات، اعتنوا بتعليم أولادكم مثل ذلك، كما تعلمونهم الفاتحة. بل هذا ابن مسعود رضي الله عنه يقول: كما يعلمني السورة. تعرف لماذا شبه بتعليم السورة من القرآن؟ فيه أكثر من وجه شبه. الوجه الأول التوقف في الألفاظ وعدم جواز الاجتهاد والتغيير فيها. في القرآن هل يجوز أن تغير كلمة بكلمة وآية مكان آية؟ لا، بل لا يجوز لك أن تغير الحركة. فكذلك ألفاظ الأذكار، فإذن هي توقيفية تحفظ حفظا، ينبغي أن نتعلمها وأن نعلمها من تحت أيدينا، أولادنا، ناشئتنا، طلابنا، إخوتنا المسلمين عامة. بل لازلت أذكر في رمضان المنصرم هذا، في عقب أحد الدروس جاءني أحد الإخوة المعتمرين فقال: أسألك سؤالا لكن لا تحرجني ولا تسألني عن شيء. قلت: ما تريد؟ قال: أكتب لي صيغة التشهد في ورقة أحفظها. جزاه الله خيرا، حمله حرصه على السؤال، لكنه حتى هو بهذه السن وقد كبرت سنه استحى أن يسأله أحد: فماذا كنت تقول في صلاتك من قبل؟ على كل حال، هذا يعني واجب علينا بثه وتعليمه. يا رجل، أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه خليفة على المنبر يصعد فيجهر به يعلمه الناس، فلا حرج أن يجهر به الخطباء في المنابر والدعاة والعلماء والأساتذة، وأن يقوله طالب العلم لرفاقه، ومن تعلم السنة أن يحكيها لرفقاء مجلسه: تعلمت حديث كذا، صيغة كذا. نتعلمها، لا يجوز الاجتهاد فيها. هذه فائدة. وفائدة أخرى كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد. وابن عباس رضي الله عنهما يقول: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد. إذن كان تعليما نبويا مقصودا. فرحم الله آباء وأمهات وأساتذة ومعلمين وكل مسلم اتبع هذه السنة وذهب يعلمها الناس بحيث يستفيد منه واحد واثنين. تخيل معي، علمت مسلما هذا الدعاء فلك أجره في كل صلاة يقولها لأنك علمته، ولك أجره
وأنت شريك له في تلك الحسنات، وعرفت ما في جمل هذا التشهد من الألفاظ والعظمة والذكر الجليل لربنا الكبير سبحانه وتعالى. الفائدة الأخرى يا كرام، هذا التشبيه اللطيف في حديث ابن مسعود قال: كما يعلمني السورة من القرآن. تعليم السورة من القرآن يعني التلقين، أقرأ عليك فتسمع ثم تعيد علي وأسمع منك. إذن هو التلقين وليس مجرد إلقاء وانصراف، تلقن وتتأكد من أن السامع وعى وحفظ فتعيد أو تطلب منه الإعادة لتتأكد من صواب ما قرأ. وأيضا فيه معنى التوقيف وعدم الاجتهاد في تغيير الألفاظ والعبارات. أيضا فيه معنى الاهتمام البالغ، فإن السورة من القرآن يتكرر تعليمها ويجتهد في حفظها ويتعهده لئلا ينساه، فكذلك حفظ هذه الأذكار والأدعية. بقي أيضا في قوله رضي الله عنه: كفي بين كفيه. هذا المشهد الذي أراد ابن مسعود رضي الله عنه أن يصفه لك، لكأنك تتخيل مجلسه من رسول الله عليه الصلاة والسلام، كم شبرا بينهما، كم شبرا بينهما، ما في التصاق الركب بالركب. ليس هذا فقط، يأخذ بكف ابن مسعود فيقبضها هكذا، يجعل كفه بين كفيه. والله لو كنت مكان ابن مسعود لطار قلبك فرحا سرورا، كفك بين كفي رسول الله عليه الصلاة والسلام. بالله عليك، في هذا المجلس القريب جدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفك بين كفيه، أتظن أنه مهما تكلم معك ستطير كلمة عن أذنك وقلبك ما انتبهت إليها، ما سمعتها، ما وعاها قلبك؟ مستحيل. هكذا أراد ابن مسعود رضي الله عنه أن يصف لك المشهد، حزمة من المشاعر اختصرها بقوله: كفي بين كفيه. ولك أن تحلق بعيدا في وصف هذا المجلس العجيب الذي جمع النبي عليه الصلاة والسلام بواحد من أصحابه أصبح فيما بعد فقيها في الأمة، عالما حافظا، يروي الحديث ويعلم الناس الدين ويقرئ القرآن، مرجع فقهاء الكوفة في الإسلام إلى فقه ابن مسعود، مرجع قراء الكوفة في القرآن إلى ابن مسعود رضي الله عنه، إمام من أئمة المسلمين علما وعملا وسمتا وهديا ابن مسعود رضي الله عنه. فلا تعجب من هذه الحفاوة التي خصه بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا يعني من الفوائد التي ذكرها ابن نلقن رحمه الله في هذا الحديث قال: فيه دليل على مس المعلم بعض أعضاء المتعلم عند التعليم، يمسك بيده، يقبض على كفه، يضع يده على منكبه، هكذا. قال ابن عمر: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كان باستطاعة ابن عمر أن يقول: قال لي رسول الله عليه الصلاة والسلام: كن في الدنيا كأنك غريب. ليش قال أخذ بمنكبي؟ يريد منك أن تعيش هذا المشهد، وأنه كان قريبا من رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى قال له ذلك. قال لمعاذ وقد علمه الدعاء المشهور، قال: يا معاذ إني أحبك فلا تنسى أن تقول كل دبر صلاة. هذه الجملة خاصة بمعاذ، يعني وسام شرف وقلادة فرح بها وعلقها في عنقه، خصوصية ما احتفظ بها لنفسه، رواها للأمة لتنقلها لأجيال 1400 و2000 سنة أو مليون سنة إلى قيام الساعة، والأمة تروي الحديث. قال معاذ: قال لي رسول الله عليه الصلاة والسلام: يا معاذ والله إني لأحبك. علق هذه الشهادة ليرويها الزمن، لكنه كان يشعرك أن النبي عليه الصلاة والسلام بين يدي تعليمه لأصحابه كان يبث هذه الروح، كان يشعرهم بحبه لهم وبعنايته بهم، فيتأسى المعلمون والدعاة وكل من يريد الإصلاح والخير أن يحوط من يعلمه بهذا السياج من المحبة والإضفاء والخصوصية. يقول ابن الملقن رحمه الله: فيه دليل على مس المعلم بعض أعضاء المتعلم عند التعليم تأنيسا له وتنبيها. ونقل ابن الحاج رحمه الله في مدخله عن بعض السلف أنهم كانوا لا يبتعدون عن المدرس، بل يمس ثياب الطلبة ثوبه لقربهم منه. فعدم وضع الحواجز والمسافات واقترابه منهم حسا ومعنا أدعى إلى التعلم.
قال أيضا من الفوائد في الحديث تعلم شرعية السنة والأحكام وضبطها وحفظها كما يشرع تعليم القرآن وحفظه وضبطه. تم بحمد الله ما في الحديث من المسائل والفوائد واللطائف، ومن وراء ذلك أيضا قدر كبير ذكره أهل العلم في فوائد ولطائف هذا الحديث العظيم المبارك الذي ما زال في طياته من فوائد حديث ذكر رسول الله عليه الصلاة والسلام وبركة تعليمه للأمة ما استقت منه الأمة ولا زالت إلى قيام الساعة. وبقية أحاديث الباب إن شاء الله نرجئها في المجالس المقبلة إن شاء الله تعالى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين، واجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا، وارزقنا يا رب فهما في كتابك وفي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، عونا لنا ما يكون عونا لنا على اتباع شريعتك والامتثال لأمرك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل يا ربي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.